يحرص أحفاد سبأ في إكسبو 2020 دبي على استدعاء الإبداعات التي ابتكرها الأسلاف في العصور القديمة من خلال جناح اليمن، حيث يمثل المعرض نافذة لليمن وفرصة ذهبية لفهم قوة المعرفة اللامتناهية عند اكتشاف ابتكارات واحدة من أقدم الحضارات في العالم. جناح اليمن المؤلف من 7 مناطق يستعرض العديد من مناظر الحضارة التي تشتهر بها اليمن، مثل العمارة والزراعة والعلم والثقافة وغيرها الكثير. يتيح الجناح اليمني للزوار مشاهدة المعرفة القديمة وما قدمه الأسلاف من الشواهد الدالة على صلتهم العميقة بقوانين الطبيعة وميزاتها النسبية وحوافزها التنموية القائمة على فن تدوير القيم المادية والروحية.